بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنستكمل مع بعض محاضرات تصميم الكباري المعدنية. هنعمل النهاردة إزاي نعمل تشيك وفوت باكلينج. إزاي نعمل تشيك على الويب باكلينج؟ طب إيه هو الويب باكلينج؟ إحنا خدنا قبل كده لو كنا بنعمل تشيك أوف شير خدنا يعني عشان نبقى واضحين كنت بشيك بطريقه معينه، كنت بقول ان الكيو بتساوي الكيو ماكسيمم كشير فورس على الاريا ويب، والاقل من او يساوي اكوردنج للاي اس دي الكود المصري 135 الافيد. الكلام ده كنا بناخده على الاطلاق، بس الكلام ده ما ينفعش. يعني احنا بقى عدينا بقى مرحله ستيل 1، بنتكلم دلوقتي في ستيل 2. الكلام ده له شرط ان ما يكونش عندي ويب باكينج علشان اقدر استخدم الليمت دوت. ينفع ان ما اقدرش، لازم يكون عندي ما فيش ويب باكينج. فما فيش ويب باكينج ده في الكاميرات السمول سايزز اللي كنا بناخدها في الفريمز وفي ستيل 1، ده كده ابقى متاكد ان ما فيش عندي ويب باكينج. طب امتى ممكن يحصل عندي ويب باكينج، او هو بمعنى اصح ايه هو الويب باكلينج؟ الويب باكلينج لو انا نفترض كده، تخيلت لو في عندي بانر كده اهوت، نفترض، ولو رجعنا في اليوتيوب هتلاقي فيه كتير جدا في شرح الويب باكلينج، هتلاقي مثلا بيشرحه. لو نفترض عندنا واير كده، لو نفترض كده خدنا كده فريم من اي ماتيريال كده ضعيفه نفترض، وثبتنا جواه بانر، بانر اللي هو زي معروف زي بتاع الاعلانات وكده، وجينا دوسنا مثلا نفترض هنا كده، جينا دوسنا هنا كده، ايه اللي هيحصل عندي؟ اللي هيحصل عندي هنا كده بالنسبه لي، هبص الاقي ابتدى يحصل عندي هنا كده بعض الكرمشه هنا كده. عند منطقه الماكسيمم شير. فالكلام ده الواير اللي عندي هنا كده ابتدى يحصل كده بعض الديفورميشنز او البيهيفير ديفورميشنز الكريتيكال اللي ممكن تحصل عندي هنا كده في البانر ده، اللي بيدل ده اللي بنسميه عباره عن بنسميه ويب باكينج. يبقى انا عندي حصل هنا كده في حاجه قريبه جدا في الديفورميشنز وفي البيهيفير بتاعها، تشوه حصل عندي في الويب، بنسميه ويب باكلينج. يبقى انا لازم اتاكد عندي ان مفيش ويب باكلينج علشان اقدر اقول اشيك بالليمت دوت. طب اعرف منين ان عندي ويب باكلينج ولا مفيش ويب باكلينج؟ الكود المصري هنا كده اداني في صفحه 14 بيديني تو ليميتس. الكود المصري بيديني تو ليميتس، يقول هنا كده في كلاوز هنا كده بالنسبه لي 263 اللي هو بتاع الالابل سيرفيسز، بيديني هنا كده بيقول لي فور انستيفند ويب. في حاله انستيفند ويب لو انا عندي الكاميرا بالنسبه لي ادي الكاميرا الاي بيم، ادي الفلانجه وادي الفلانجه، ونفترض كده ادي سبورت وادي سبورت، ادي الكاميرا دي بنسميها انستيفند بيم. فبيقول لي هنا كده ان في الحاله دي لو دي ويب، لو دي ويب عندي على تي ويب طلع عندي اقل من او يساوي 105 على الجهاز التربيعي بتاع الاف يلد فور ان ستيفند، فور ان ستيفند ريمز، ففي الحاله دي كده تاكد ان مش هيحصل عندك ويب باكلينج. يبقى علشان اتاكد ان مفيش ويب باكلينج عندي بالنسبه لي، لازم يبقى الكونديشن ده تحقق عندي. ونلاحظ ان الكونديشن ده بالنسبه لنا في حاله البيمز هو اعلى من الكونديشن بتاع بالنسبه لنا بتاع الكومباكت، لان في الكومباكت كنا بنقول عندنا هنا كده ان دي ويب على تي ويب اقل من او يساوي 127 على الجهاز التربيعي بتاع الاف فيلد. يعني معنى كده ان الكاميرا دي في الاصل هي كومباكت، ومش كومباكت بس، ما حصلتش الليمت بتاع الكومباكتنس بتاع الكومباكت، ولكن ان هي كمان اعلى من كده ان الريشيو ما بين الديبث بتاع الويب واللي تخانته ان هي اقل من 105 على الجهاز التربيعي بتاع الاف فيلد. ده في حاله لما تكون الكاميرا عندي بالنسبه لي انستيفند، لو الكاميرا انستيفند. طب بيقول لي هنا كده، طب في حاله ما يكون لو كاميرا استيفند، استيفند بالنسبه لنا لما نقول كاميرا استيفند
يبقى هنا كده الكاميرا هنا بالنسبة لي فيها vertical stiffness، فيها vertical stiffness، يبقى أنا مدعم هنا كده. طبعا لازم هيبقى فيه في الأساس stiffener موجود vertical stiffener عند السبورت، وهنتكلم بعد كده إن شاء الله لما نيجي ناخد في الستيفنرز إن هو ده من أهم الستيفنرز اللي موجودة عندي، لأن ده اللي عنده الكريتيكال شير. أنا عندي هنا كده vertical stiffeners باخدها على مسافات معينة، vertical stiffeners ورا بعضها. يبقى لو انا نفترض ان الكاميرا كان الديبث بتاعها عالي والتكانه بتاعتها قليله لدرجه ان الليمت ده مش هينفع معايا، وانا عايز برضو اسيف الويب باكلينج، فهضطر استخدم فيرتيكال ستيفنرز. ففي الحاله دي كده بيقول لي هنا كده ان الدي على التي ويب، لو الدي على التي ويب اقل من او يساوي 45 في الجسد التربيعي للكي كيو على الاف فيلد. ايه هو الكي كيو؟ بيقول لي ده الباكلينج فاكتور شير، ده الكي كيو، ده بيقول لي هنا كده الباكلينج فاكتور اوف شير، بيقول لي هنا كده ان الكي كيو دي بتساوي بالنسبه لي هنا كده بتساوي 4 زائد 5 0.34 على اللامدا على الالفا سكوير، على الالفا سكوير او 5.34 زائد 4 على الالفا سكوير. ده في حاله لما يكون 4 الفا اقل من او يساوي الواحد، 4 الفا اكبر من الواحد. طب هي في الاساس الالفا، بيقول لي ان هنا كده الالفا بتساوي ال D1 على ال depth، الألفا الألفا بتساوي ال D1 على ال depth، حيث إن ال depth ده المعروف اللي هو ال depth دوت، وال D1 هي المسافة آسف المسافة ال D1 هي المسافة بين ال vertical stiffener وال vertical stiffener. يبقى أنا عندي هنا كده هنا بالنسبة لي ال D1 على ال depth، أجيب الريشيو ديت فهي بتساوي ال depth ال D1 على ال depth، جبت الألفا يبقى هنا كده بيساوي 4 زائد 5.34 على الالفا سكوير. طب هي في الاساس هنا كده عندي هنا كده يبقى الويب ديبث بالنسبه لي اللي هو الديبث، وعندي الدي 1، هشوف الريشيو ما بين الاثنين، هجيب الاسبكت ريشيو ديت اللي هي الالفا، وبالنسبه لي هحسبها واخش اشوف الباكنينج فاكتور اوف شير بيساوي كام الكي كيو واعرف اللي ده بالنسبه لي. طب نفترض ان هي طلعت بالنسبه لي ان كده خلاص هيحصل عندي ويب باكلينج، احسب ازاي؟ لو هنا كده خلاص انا عرفت ان في عندي ويب باكلينج، طب يبقى انا عايز لما اجي خلاص انا عرفت ان في ويب باكلينج، كنت بقول ان كيو اكشوال بتساوي المفروض الكيو ماكسيمم على الاري ويب، انا كنت بقول اقل من او يساوي 0.35 اف يلد كالاوبل لو ما فيش عندي ويب باكلينج. طب في حاله لما لو يكون عندي ويب باكلينج المفروض هقول اقل من او يساوي الكيو باكلينج، اقل من او يساوي الكيو باكلينج، الكيو باكلينج هتساوي كام؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. يبقى انا في عندي تو ليميتس عشان اشيك على الويب باكلينج، عندي في حاله لو الكاميرا ان ستيفند يبقى مفيش فيرتيكال ستيفنرز، يبقى الليميت عندي دي ويب على تي ويب اقل من يساوي 105 على جسر 40 متر فيلد. لو كانت اقل من او تساوي 105 على جسر 40 بتاع الاف يلد يبقى من حقي اقول كيو اكشوال بتساوي كيو ماكسيمم على الاري ويب اقل من او تساوي، وفي حاله في الحاله دي الكيو باكنج هتساوي 0.35 اف يلد. اما لو كانت اكبر، لو الدي ويب على تي ويب اكبر من الليمت دوت، يبقى هنا كده لما اجي اشيك هقول كيو اكشوال بتساوي كيو ماكسيمم على الاري ويب اقل من او تساوي كيو باكنج، وهنعرف ازاي احسب الليمت كيو باكنج. في حالة لو كان عندي ستيفند، لو في فيرتيكال ستيفنرز والمسافة ما بين الفيرتيكال ستيفنر والفيرتيكال ستيفنر اسمها دي 1، وانا عندي الديبث بتاع الكاميرا اسمه دي، فالاسبيكت ريشيو هتساوي الالفا هتساوي دي الدي 1 على الدي. فبيقول هنا كده ان في الحالة دي الديبث الدي ويب على تي ويب اقل من او يساوي 45 جذر التربيعي بتاع الكي كيو على الاف يلد، حيث ان الكي كيو بتساوي اللي هو الباكنج فاكتور اوف شير. يبقى انا عندي هنا كده الكي كيو بيقول هنا كده فور الفا اقل من او يساوي الواحد، الكي كيو هتساوي 4 زائد 5
0.34 على الالفا سكوير. اما في حاله الفا اكبر من 1 فهنساوي 5.34 زائد 4 على الالفا سكوير. يبقى انا كده عرفت هعرف الحاله بتاعتي، انا عندي ويب باكلينج ما كانش عندي ويب باكلينج في حاله انستيفند وستيفند، ولو كان ما كانش عندي ويب باكلينج يبقى الليميت عندي بالنسبه لي هو 0.35 FEM في حاله الاوبن للشير. اما في حاله لو في ويب باكلينج يبقى ازاي هنتعلم دلوقتي احسب الكيو باكلينج. يبقى ده اللي احنا عايزين نعرف ازاي هحسب الكيو باكلينج. بيقول هنا كده عشان احسب الكيو باكلينج يبقى لازم احسب السلندرنس بارامتر، ويب سلندرنس بارامتر اللي هو هنقول عليه دلوقتي، اللي هو بيقول لي هنا كده ان اللامدا كيو، لامدا كيو بتساوي الدي على تي ويب على 57 على 57 في الجذر التربيعي بتاع الاف ييلد على الكي كيو. طب الكي كيو احنا عرفنا نحسبها ازاي؟ بمعلومات الالفا، والاف ييلد عندنا ده الماتيريال بتاعت الحديد. الدي على التي ويب، الدي على الدي ويب على التي ويب بيقول لنا كده وانا بحسب اللامدا كيو هنا بالنسبه لنا يقول الدي على التي ويب. الدي هنا غير الدي الاولانيه بتاعت الالفا، الالفا كنا بنقول هنا كده الدي 1 على الدي، كنا بنقول الالفا بتساوي الدي 1 على الدي، حيث ان الدي هنا في الحاله ديت هو الدبث بتاع الويب، كامل الدبث بتاع الويب. اما في حاله اللامدا كيو فالدبث هنا هو المقصود بيه بارتفاع، يعني نفترض لو انا عندي هنا كده البانل اللي انا بشيك عليها دي بنسميها بانل، اللي انا هشيك عليها كويب باكلينج دي كده اللي بنسميها بانل. البانل ديت لو انا طلعتها كده بره ارتفاعها بيساوي كام؟ بيساوي دبث، عرضها بيساوي كام؟ دي 1. لما باجي احسب الالفا هتساوي دي 1 على دي. طب لو انا بحسب لامدا كيو يبقى برضو الدي هو ارتفاع الفري بتاع البانل. يعني ازاي؟ يعني انا نفترض كده كان عندي هوريزونتال ستيفنرز، زي ما هنتعلم بعد كده ان شاء الله احيانا ممكن اخد هوريزونتال ستيفنر على ربع ارتفاع من فوق او خمس ارتفاع من فوق، وممكن اخد هوريزونتال ستيفنر تاني على نص الارتفاع. يبقى في الحاله دي هنا كده الجزء اللي ممكن يحصل عندي كريتيكال باكلينج ارتفاعه كام؟ اللي هو اكبر ارتفاع. يبقى انا عندي هنا كده انا قسمت يعتبر الربع والنص، يبقى ده كده ارتفاعه بيساوي دي على 2، وده ارتفاع دوت بيساوي كام؟ نفترض هنا كده بيساوي دي على 4، وارتفاع ده بيساوي كام؟ دي على 4 لو بالربع. يبقى الكريتيكال عندي هو اللي هو الدبس اللي هو الكبير اللي هو ده. ففي الحاله دي هنا كده بيقول لي لما تيجي تحسب اللامدا كيو خد الدبس الكبير، غير هنا، هنا في الالفا بيقول لي خدها بالكامل اللي هو بيساوي دي 1 على دي اللي هو الدبث بالكامل. يبقى الاسبكت ريشيو هنا كده الالفا بيساوي الدبث على دي اللي هو المقصود الدبث بالكامل. اما لما اجي احسب اللامدا كيو هقول دي الارتفاع الاكبر الفري اللي ممكن يحصل عندي ويب باكلينج، فممكن يحصل عندي ويب باكلينج خلاله اللي هو يساوي كام؟ في الحاله دي هنا كده هشيل الدي ديت واحط مكانها دي على الاثنين، لان هنا كده الارتفاع اللي هو بيساوي كام؟ دي. يبقى انا عندي لما فيش فيرتيكال ستيفنر وعندي اسف هوريزونتال ستيفنرز في فيرتيكال بس، يبقى هنا في الحاله دي هقسم هنا كده على دي وهنا هقسم على دي. اما لو عندي ستيفنر واحد عند الربع، لو نفترض هنا كده هقول دي على الاربعه واخد هوريزونتال ستيفنر عند الربع، يبقى انا عندي الجزء اللي ممكن يحصل فيه كريتيكال باكلينج بيساوي ارتفاعه بيساوي كام؟ ايوه 3 ديبس على الاربعه، 3 ديبس على الاربعه، يبقى هشيل هنا كده الدي ديت واحط مكانها 3 دي على الاربعه. اما لو كان عندي كمان هوريزونتال ستيفنر في النص يبقى الحاله دي هنا كده اللي ممكن يحصل ويب باكلينج اللي هو نص البانل من تحت، يبقى في الحاله دي هنا كده هشيل ديت واحط مكانها الدي على الاثنين. يبقى هقسمها على الدي ويب واقسمها على 57 في مقسوم
الجذر ال اف يلد على كي كيو احسب اللي هو الشير سلندر بارامتر. يبقى الويب سلندر بارامتر يبقى انا كده حسبته. بناء عليه بيقول لي هنا كده في الكود بناء على قيمه اللي هطلعها بيقول لي هنا كده ان الكيو باكلينج بالنسبه لنا هتساوي 0.35 اف يلد اكن مفيش ويب باكلينج كده في حاله ايه؟ 4 اللامدا كيو اقل من او يساوي 0.8 والكيو باكلينج هتساوي بالنسبه لي 1.5 ناقص 0.625 اللامدا كيو. الكلام ده كله مضروب فيه 0.35 الاف يلد 4 ان اللامدا كيو عندي اكبر من 0.8 واقل من او يساوي 1.8 واقل من 1.8 يبقى كده ده الليمت ده كده الليمت او بتساوي 0.9 على اللامدا كيو. الكلام ده مضروب عندي في 0.35 الاف يلد 4 اللامدا كيو اكبر من او يساوي 1.8 ده كده ليميت. يبقى نقول كده الملخص. يبقى عشان اشيك عندي على الشير باكلينج بنسميه احيانا شير باكلينج او الويب باكلينج. يبقى لو انا قلت لك لو سمحت شيك لي على شير باكلينج نفترض ودايما بتبقى في الكريتيكال بانل اللي هي الاولانيه ناحيه السبورت. يبقى انا اول حاجه عشان اشيك عليها لازم اتاكد انا عندي ويب باكلينج ولا لا. عشان اتاكد هو ويب باكلينج ولا لا اشوف الكاميرا بالنسبه لي فيها فيرتيكال ستيفنرز ولا لا. ما فيهاش فيرتيكال ستيفنرز يبقى دي بنسميها ان ستيفند بيمز. ان ستيفند بيمز يبقى انا عندي هنا بالنسبه لي اشوف الريشيو ما بين الدي ويب على تي ويب لو اقل من او يساوي 105 على جسر الرجعي بتاع الاف يلد يبقى كده مفيش ويب باكلينج. ودي كده من حقي في ساعتها ان انا اشيك اقول ان الشير بالنسبه لي الكيو اكشوال بتساوي الكيو ماكسيمم على الاريا ويب اقل من او يساوي 0.35 الاف يلد يبقى كده اوكي. طب فيها ويب باكلينج لو اتاكدت ان فيها ويب باكلينج يبقى انا ساعتها هخش احسب اللامدا كيو. اللامدا كيو هو الديبث. الديبث بتاع ايه؟ اللي هو اكبر ارتفاع للبانل. انا في الحالة ان ستيفند او الكاميرا ان ستيفند يبقى البانل عندي ارتفاعها بالكامل يبقى هحط هنا كده الدبث بالكامل على تي ويب على 5.57 في الجذر التربيعي بتاع الاف بتاع الكي كيو. حسبت اللامدا كيو اشوف انا في اني زون اللامدا كيو اقل من 100 اقل من او يساوي 0.8 يبقى انا ساعتها الاول بتاعي 0.35 الاف يلد. اما لو حالة لو انا في الرينج ما بين 0.8 و 1.2 يبقى انا احسب من الريشيو ديت اللي هو 1.5 ناقص 0.625 في لامدا كيو في كل ده تحت في جوه الكوس في 0.35 في الاف يلد. اما لو عندي بالنسبه لي ان اللامدا كيو اكبر من او يساوي 1.8 يبقى ده كده موضوع ان في الويب باكينج مؤثر كتير فعشان كده الكود بيقلل جدا من الاول بتاع الشير وبيقول هنا كده 0.9 على لامدا كيو في 0.35 الاف يلد. يبقى ده كده لو في حاله لو الكاميرا انا ستيفن. طب الكاميرا ستيفند في فيرتيكال ستيفنرز يبقى انا هشوف كده لو في فيرتيكال ستيفنرز هحسب اول حاجه الالفا اقول الريشيو ما بين الديبث اللي هو المسافه بين الستيفنرز والستيفنرز مع الديبث الكامل بتاع الكاميرا. حسبت الالفا اقدر احسب الليمت بالنسبه لي اشوف انا عندي ويب باكلينج ولا لا. مفيش ويب باكلينج يبقى الاوبل بتاعي برضه هو ان هو بيساوي 0.35 الاف يلد. طب لو في ويب باكلينج يبقى هحسب نفس الحكايه عشان احسب اللامدا كيو واشوف الليمت انا موجود فين. بس اللامدا كيو وانا بحسبها هشوف لو مفيش فيرتيكال مفيش هوريزونتال ستيفنرز وفي فيرتيكال ستيفنرز بس يبقى الديبث هاخده زي الان ستيفند بالكامل ارتفاع. طب في هوريزونتال ستيفنرز يبقى انا هاخد اكبر ارتفاع محصور بين الهوريزونتال ستيفنرز بعضيها ودايما بيبقى ان الهوريزونتال ستيفنرز ما بناخدها ناحيه الكومبريشن فلانج
يبقى انا عندي دايما البانل الاكبر ناحيه التنشن فلانج. لو سيمبل بيم هيبقى تحت، لو سيمبل بيم هيبقى تحت. واضح معايا كده؟ وان شاء الله نكمل بعد كده باذن الله في المحاضره اللي جايه ايه ان انا اشتغل اصمم من السيف ارمز دي ازاي ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.